السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الأحوال طيبة؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأحوال جيدة إن شاء الله يا رب، والصحة والسلامة يا رب. مرحبا بكم في قناتي اللي غتكون إن شاء الله متخصصة في الطرز وجميع الأنواع ديالو، وغتكون متخصصة إن شاء الله في النبات. وإلا قلت الطرز إن شاء الله، غادي كاين مجموعة ديال الأنواع ديال الطرز، كاين الطرز الرباطي، كاين الطرز المسوس باليد اللي هو الصراحة ما بقاش كيدار، يعني تقريبا قليل فين تشوف شي بياسة ديال الطرز المسوس ديال شحال هادي باليد. كاين عاوتاني الطرز التركي، كاين الطرز اليوغوسلافي، كاين الطرز الفاسي ان شاء الله يا ربي، كاين المسلول، كاين التونسي، مهم كاع جميع الانواع الطرز ديال اليد ان شاء الله غتلقاوها موجوده، وغتلقاوها ان شاء الله غنعطيها لكم بالاسرار ديالها بالاتقان ديالها، بلا ما ندور عليكم هكا ولا هكا، يعني من الاخر كما تنقولوا غتعلموا بكل صدق من قلبي ان شاء الله. غادي نعلم البنات كيف خصهم يديروا الحاجه يعني بالمراحل ديالها، واهم حاجه اهم حاجه كنوصيكم عليها يا البنات هي انكم تعلموا الصبر. لحقاش الصنعه كتبغي الصبر بزاف، وكتبغي حتى ان الانسان تكون يديه متقونه، وتعلمي من الاول الاتقان، ماشي تعلمي هكا ولا هكا، لا من الاول يدك تكون ملفه الاتقان. ولا ولفتي الاتقان عمر شي بياسه ما غتبان لك، غتبالك من الاول، يعني البياسه غتبالك من الاول متقونه ولا ماشي متقونه، يعني غتكوني فنانه، غتكوني عارفه، يعني حتى الا ما خدمتيش الا تخدمات لك البياسه غتعرفي شنو تخدم لك، واش البياسه متقونه ولا ما متقوناش. هذا هو اهم حاجه، انك حتى الا ما خدمتيش تعرفي شنو هو الاتقان في الجلابه ديالنا القفطان ديالنا المغربي ان شاء الله. وغنزيد لكم مازال، يعني غادي تعلموا حتى الخياطه ان شاء الله باليد، كيف تخيطوا قفطانكم، كيف تخيطوا جلابتكم، يعني غتكونوا عارفين كل شيء ان شاء الله، كل شيء اللي كيتعلق بالصناعه ديالنا في قفطان والجلابه المغربيه ان شاء الله كل شيء غادي نعلمكم بكل صدق. يعني الصراحه اش نقول لكم من قلبي، غادي نوريكم تعلموا بصدق. نبداو على بركه الله في هذا الفيديو ان شاء الله، غادي نوريكم اشنو خاص يكون عندنا في الدار باش نقدروا نطرزوا اي طرز، شنو خاص يكون عندنا ضروري من هاد المسائل هادو يكونوا عندنا. شنو هما؟ اول حاجه كيخص يكون عندنا الفيزلين. الفيزلين هو عباره على واحد الورقه كتكون فيها واحد الكوله هنايا لتحت، يعني كاين حالات اللي ممكن نلصقوه في التوب عاد نخدموا عليه، وكاين واحد الحالات اللي كنرشموا عليه الرشمه ديالنا وكنديروها في التوب باش نقدروا نرشموا الطرز الرباطي ديالنا. هو كنستعملوه الصراحه بزاف الطرز الرباطي، وكنستعملوه حتى في هذا، كنستعملوه في التوب ديال السوسدي اولا التوب ديال المسلين، يعني ضروري نستعملوا هذا الفيزلين هذا باش يقدر يساعدنا. ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ممكن نستعملوه، كيفاش نديروا ليه، يعني داك الشيء غيجي مرحله بمرحله، وكيفاش خصنا نستعملوه، كيفاش خصنا نتعاملوا معاه، وغتعرفوا ان شاء الله كل شيء، حاجه حاجه بحاجه ان شاء الله كل شيء غادي نعرفوه. ثاني حاجه ان شاء الله غادي نحتاجوا نحتاجوا الكانفا. هاد الكانفا ها كيفاش دايره؟ هي فيها واحد المربعات صغار، يعني كان ها هو اللي كيبان لكم، كنتمنى ان شاء الله تبان لكم في هذا في الفيديو. هاد الكانفا هذه كنستعملوها بزاف ديال الانواع ديال الطرز ان شاء الله. هكا دايره الكانفا. دابا ان شاء الله نوريكم من بعد دي فيديو الاخرين ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ممكن اينا طرز غنستعملوه، اينا بلا زعما، وإنا طرز، وكيفاش نسقوها، وكيفاش نخدموا عليها، يعني هادشي ان شاء الله غتعرفوه كامل ان شاء الله، غتعرفوه غير مرحله بمرحله. ثالث حاجه ان شاء الله غادي نستعملوا بابي كاربون. هاد بابي كاربون فيه بزاف ديال الالوان، فيه بزاف ديال الالوان، فيه المفتوح وفيه المغلوق، يعني الا كان عندنا مثلا بحال هكا، يعني هاد اللون هذا يعني كنستعملوه في الرشيم ديالنا ديال الطرز الرباطي، ولا المهم بزاف ديال الانواع ديال الطرز. هذا بابي كاربون ضروري هو اللي كيحط لينا الرشمه فوق التوب، ها هو هكا كيجي. وفي انواع كثيره، في انواع كثيره تبارك الله، والوان كثيره. وعندنا مثلا التوب دابا في البدايه ديالنا
غنستعملوا مثلا، غنوريكم نستعملوا بوبلين. الناس اللي غيتعلموا الطرز ضروري غنتعلموا هاد بوبلين، هاد التوب هذا ضروري غنستعملوه، انا غنحتاجوه. عندنا عاوتاني المرمى ضروري في الطرز ديال كما قلت لكم. يعني المرمى فيها انواع كثيره بزاف، وهادو يعني في المتناول كان ديال الجميع. هاد المرمى هاد اللي كتزير بهذه الطريقه، عندنا انواع كثير ديال كتزير من هنايا. يعني هذه الصراحه عمليه، ما كتقطع لينا لا ثوب لا والو، واخا يكون رقيق وخادم ما عندناش اشكال. هاد النوع ديال البلاستيك موجود، وعندنا ديال الخشب الصراحه حتى هما كيكون مزيانين، ولكن كنظن هادو انا كيجوني عمليا وصافي. وعندنا عاوتاني هذه كما كنقولوا رفيقه دربي. هاد المريمة الصغيره عزيز عليا، لحقاش كتساعدني بزاف في الخدمه. هذه صراحه هي زوينه، هذه واخا صغيره ولكن لها قيمتها كبيره بزاف. هذه مرمى. وبالنسبه عاوتاني غنرجعوا السنتيم، مثلا السنتيم غادي نحتاجو حتى هو في العبارات باش ناخذ القياسات ديال نبغي نبداو اي جلابه في الطرز ديالها، ضروري من هاد سيدي السنتيم ضروري يكون عندنا. عندنا مثلا غنحتاجو مثلا بالنسبه للسم والحرير، وهذا كاين انواع كثيره ديال السم. هذه يعني غير كنوريكم الاشياء اللي نقدروا نحتاجو في الطرز. يعني كاين عندنا السم في انواع كثيره بزاف، كاين هذا السم هذا وكاين هذا. غالبا انا كنستعمل ديال شعره واحده باش نقدر ندير شحال من شعره غندير في الطرز ديالي، واش الطرز رقيق ولا الطرز شويه كيكون غليظ شي شويه على حسب الكليان شنو باغي من عندي. يعني واش باغي الطرز رقيق ولا الطرز يكون شويه غليظ. عندنا مثلا هاد الحرير حتى هو كيتستعمل بزاف في الطرز، هو الصراحه ديال الماكينه، ولكني حتى هو كنطرزو به بالطرز ديال اليد. حتى هو الصراحه كيعطي واحد اللمعه وكيعطي واحد كيزين حتى هو البياسه. عندنا هذا المهم او في الوان كثيره وانواع كثيره، كاين هذا تقريبا بحالو زعما في نفس زعما الماكينه. وعندنا عاوتاني قصيبات هكاش، الحرير ديال القصيبات هكا راه معروف، حتى هذا كنستعملوه بزاف يعني في متناول ديال الجميع. هذا كيدير يمكن 3 دراهم للجعبه ولا على حسب كل منطقه شحال باش كيتباع فيها. عندنا انواع كثيره تبارك الله، الوان كثيره في الحرير ديال القصيبه. يعني هذا هو غالبا اللي كنستعملوه حنايا في الطرز ديال الرباطي خصوصا، هذا هو اللي كنستعملوه. وبالنسبه لهذا الليباري، يعني عندنا ليباري كنستعملوه بزاف ديال الانواع ديال الليباري. ممكن نستعملو مثلا الرقاق، ممكن نستعملو بالنسبه للرق كنستعملو التنبات ديك الرقيقه مثلا رقم 12. هذه رقم، علاش انا درت لكم هذه الوريقه باش كل رقم نقول لكم هكا باش تقدروا تشريوه حتى نتوما. يعني هذا رقم 12 كيحتاجو بزاف التنبات، هذا رقم 12. وعندنا هذا رقم 9، يعني كنستعملوه حتى هو في التنبات، وكنستعملوه في الرنده، وكنستعملوه حتى هو في الطرز وصان ديال الرباطي كنستعملو هاد رقم 9 بزاف. هاد الرقيو كانوا صغيورين، هادو كنستعملهم صراحة في الخياطة باليد بالطريسنات وهذا. يعني هادو اللي كنستعملو ضروري، فاش عرفتني كنستعملو في فينيسيون ديال اي جلابة كنستعملو هاد الرقاق، وفي البالما وهادي يعني كنستعملو هاد الرقيو كان هادو. وعندنا خلاص هاد ليبرا ديال الراندا هي كتستعمل بزاف عندنا في الطرز، وعندنا بزاف الانواع مهم ديال الليباري. مهم اي طرز غادي نخدموه غنوريكم اش من رقم واش من ليبرا خاصنا نديرو. مازال غنرجعوا لهذا الشيء ان شاء الله بالتفصيل. وكنحتاجو حتى الخيط، يعني هذا الخيط ضروري كنستعملوه في الطرز. يعني دابا من بعد ان شاء الله نوريكم فين نستعملوه كيفاش غنستعملوه ان شاء الله يا رب. البنات هكا ان شاء الله وريتكم الحوايج اللي غنقدروا نحتاجو في الطرز ديالنا، وهكا ان شاء الله غادي نخليكم مع بعض الموديلات ديالي ان شاء الله كنتمنى يعجبوكم.